كمان لما نضيف ليه بعض الجهود اللي بتقوم بيها مؤسسات أخرى الحقيقة، وعلى رأسها صندوق تحيا مصر، القوافل برضو اللي بيعملها، بنشوف كل فترة قافلة بتنزل على البحر الأحمر، على المناطق الحدودية، بتنزل في أقصى قرى الصعيد عشان توفر المواد الغذائية والبطاطين والملابس والأدوات المدرسية للناس، فده شيء عظيم جدا. يعني قدامنا مثلا أحدث قافلة اللي هي مبادرة بالهنا والشفا، توفير الدعم الغذائي لنحو 34 مؤسسة رعاية اجتماعية. بالمناسبة في بعض المؤسسات الاجتماعية، مؤسسة يعني جمعية، بتبقى جمعية محندقة شوية صغيرة، مجموعة من أهل الخير في القرية أو في المنطقة دي عملوا الجمعية دي. الناس بتجتهد في فعل الخير ويشيلوا بعض ويساعدوا المحتاجين، ولكن ساعات ما بيبقوش قادرين يوفوا، فيعملوا إيه؟ يجوا مثلا لجمعية خيرية كبيرة من الأسماء الكبيرة الموجودة في مصر، يقولوا لهم لو سمحتوا ادونا شوية مساعدات عشان إحنا كمان نروح نوزعها في القرى أو في المناطق بتاعتنا. فالحقيقة بيحصل، ولكن اللي قام بيه بقى صندوق تحيا مصر ده شيء عظيم. ليه بقى؟ لأنه اشتغل مع 34 مؤسسة رعاية اجتماعية من أنا بشرحها لحضراتكم دي، طلع القافلة دي في 9 محافظات هقولها لحضراتكم: القاهرة، اسكندرية، جيزة، قليوبية، شرقية، بني سويف، منيا، سوهاج، وأسوان، وفيها طبعا آلاف الأطنان وآلاف المستفيدين. برحب بالأستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بحضرتك. أستاذ عمرو تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. واضح إن الجمعيات الأهلية الخيرية الاجتماعية في تعاون محترم ما بينكم مع الصندوق، صندوق تحيا مصر. هو الحقيقة ده محور مهم جدا من شغل الصندوق، ويمكن بيتضاعف من خلال 2018. احنا هدفنا دايما ان احنا يعني نجمع كل اطراف العمل المجتمعي. يمكن في وقت مبكر شوية كان كل واحد بيشتغل لوحده في جزر منفصلة، كل واحد بيعتمد على الموارد المحدودة المتاحة ليه، ويمكن كمان كان بيعتمد في صرف الموارد دي على دراسات ممكن ما تكونش وافية، وبالتالي هتلاقي مناطق ممكن تكون بتستفيد ومناطق تانية بتكون محرومة. الدور اللي بيلعبه صندوق تحيا مصر ان هو بيكون وسيط ما بين كل اطراف العمل المجتمعي، سواء القطاع الخاص اللي عنده مسؤولية مجتمعية تجاه السوق اللي بيشتغل فيها وبالتالي بيرصد ليها ميزانيات بيشتغل مع صندوق تحيا مصر من خلالها، سواء من المساهمات العينية او الماديه، كمان منظمات المجتمع المدني الكبيره بتشتغل معانا. لكن في دور مهم قوي للجمعيات القاعديه زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه، دي اللي بتكون الاقرب للقريه او النجع، هي اللي عارفه كل بيت او كل باب وراه كام فرد في الاسره، وبالتالي دراسات الحاله بالنسبه لنا بتبقى وافيه، وبنتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي عشان نحدث قواعد بيانات المستفيدين. فحضراتكم بالتالي بتوصلوا لأشد الحالات احتياجا زي اللي احنا شايفينها في الصورة دي. مظبوط. طيب يمكن هو السيد الرئيس أكد على فكرة ان احنا بنبدأ او بنعمل تدخل آني للمناطق الأكثر احتياجا. مفيش شك ان في مناطق بتكون محتاجة، ولكن الأولوية دايما بتكون المناطق الأكثر احتياجا. طيب أنا في عندي صورة، يا ريت الزملاء يجيبوها لنا. باب خشبي قديم في بيت بسيط، لعله من الأماكن اللي ان شاء الله هيطولها تطوير او مبادره رئاسيه حياه كريمه، يعني ان شاء الله. اكيد انا ما اعرفش الصوره دي فين، ولكن احنا بنتكلم في قد يكون في بني سويف، في المنيا، في سوهاج، في اسوان، شرقيه، قليوبيه، الله اعلم. يعني ده من ضمن التسع محافظات. ولكن الشنطه دي اللي عليها صندوق تحيا مصر دي، اللي الشاب الجميل المتطوع ده من الصندوق بيقدمها للي ورا الباب، الشنطه دي محتوياتها ايه؟ الشنطة دي محتوياتها مواد غذائية جافة، بنتكلم عن الرز والسكر والمكرونة، محتوياتها كمان 2 كيلو لحمة أو 2 كيلو دواجن. كمان بنوفر بعض السلع العينية، احنا بنتكلم على دخول مدارس، فوزعنا 10,000 شنطة مدرسية وجواها الأدوات، علشان كمان أكيد الأسرة دي بيكون فيها طفل محتاج كمان إن هو يفرح، مش بس ياكل ويشرب. طبعا. احنا بنحاول يمكن استكمالا لكلام حضرتك ان احنا نتكامل مع كل ما يتم من المشروع القومي لتطوير القرى والريف المصري حياة كريمة، كل ما يجرى حاليا من رفع كفاءة البنية التحتية وتطويرها وتزويدها سواء بمؤسسات او منشآت صحية وتعليمية وغيره،
دي بتبقى محتاجة إلى أنشطة حماية اجتماعية زي اللي بننفذها، بالإضافة كمان للأنشطة الخاصة بتدريب المعلمين وتزويد المدارس بالسبورة الإلكترونية والكمبيوتر. مفيش شك إن الطفل اللي موجود في قرى سوهاج أحد المحافظات اللي بتحتضن القرى الأكثر احتياجا طبعا محتاج كمان إن هو يتعلم بأسلوب متطور. هي دي الفكرة اللي إحنا بنتكلم عليها عظيم بالعمل، والله، التكامل بين أجهزة التربية. ربنا يبارك فيكم. شيء مهم جدا كمان، انتوا شغالين في مسارات كتير كمان بتساعدوا الجمعيات الاهليه الصغيره اللي موجوده في القرى الصغيره جدا جدا، وعارفين، اشكرك على تعبيرك، عارفين اللي ورا كل باب، ورا كل باب في ايه، في كم حد مريض، في كم حد محتاج، في كم حد بيتعالج، حد مش لاقي شغل، حد بيعاني ماديا، فانتوا بتوصلوا للناس دي بشكل مباشر. خليني اسال حضرتك على فكره أهمية الإيجابية في التبرع، حاجات عظيمة جدا بتقدموها، أهمية المشاركة بقى مننا كأفراد معاكم ومع المؤسسات الأهلية اللي هي من الناس اللي شغالة على الأرض. مفيش شك طبعا إن أساس نشأة صندوق تحيا مصر يمكن البداية كانت بمساهمة السيد الرئيس في الكيان علشان يشجع كل الشعب المصري على المشاركة في كيان زي صندوق تحيا مصر. يمكن لو اتكلمنا البداية كانت في الأسمرات إن احنا نوفر سكن كريم وبعد كده عدد من القوافل، وصولا إن احنا حققنا 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس يمكن ده ما اتحققش في العالم كله من خلال العمل الخيري. حضرتك عارف يمكن موسوعة جينيس بتشهد تحديات كتير جدا جدا، لكن الحقيقة في أغلبها ممكن يكون بعضه فيه رفاهية، ممكن يكون شكل فردي، لكن أهم ما يميز تجربة صندوق تحيا مصر إن كل المشاركين سواء من أفراد أو مؤسسات قطاع خاص أو منظمات مجتمع مدني هي اللي حققت الإنجاز ده. وده الحقيقة كان الهدف الأساسي من وجود صندوق تحيا مصر اللي جه في قرار تأسيسه إن هو معاون لأجهزة الدولة وداعم لمؤسسات العمل أكيد المجتمعي. النهارده مصر بتعزز أو بتشجع دعوة الأمم المتحدة لتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة الفقر وكل القضايا اللي بنواجهها خلال جائحة كورونا، ومن هنا هتلاقي دور صندوق تحيا مصر بيتعاظم. النهارده مصريين في الخارج، مؤسسات خارجية ومؤسسات داخلية بتعرض علينا سواء المشاركة العينية أو المادية، وإحنا الحمد لله بقينا عندنا دلوقتي أكم من المشروعات اللي بتتطابق. أهم حاجة هو توافق الرؤى أو إن إحنا نلتقي في نقطة واحدة. نتشارك زي ما انتوا كاتبين كده والشعار موجود، كده. نتشارك. مظبوط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتني الاستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر.